بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب النوادر من اصول الكافي الحديث الثالث عن الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يقول نحن المثاني الذي اعطاه الله نبينا محمدا صلى الله عليه واله ونحن وجه الله نتقلب في الارض بين اظهركم ونحن عين الله في خلقه ويده المبسوطه المبسوطه بالرحمه على عباده عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا وامامه المتقين هذا الحديث فيه بيان لجمله من مقامات الرسول والائمه عليه وعليهم الصلاه والسلام وقبل ان نشرح هذا الحديث الشريف نبين ان اللغه العربيه مليئه بالمجازات وكذلك سائر اللغات والمجاز من محسنات الكلام ولان العرب فنهم في اللغة فلذلك تفننوا في أساليب الفصاحة والبلاغة فن العرب ظهر في فصاحتهم وبلاغتهم وهذا أمر قرأته في بعض الكتب وحاصله هو أن كل قوم يظهرون فنهم في جهة من الجهات، مثلا الإيطاليون فنهم في النحت والرسم، فلذلك أفضل المنحوتات والرسوم اللوحات هي التي نحتها أو رسمها فنانون إيطاليون، وهناك أقوام يظهر فنهم في جانب اخر من الجوانب العرب قبل الاسلام هؤلاء ظهر فنهم في اللغه لذلك توسعوا في الكلام وكانوا يتفاخرون بشعرائهم وبلغائهم ولذا اللغه العربيه حسب ما يقال هي اوسع اللغات وادق اللغات وافضلها عكسا للواقع ولذلك تجد معنى واحد في سائر اللغات له لفظ واحد اما تاتي الى اللغه العربيه فتجد له خمسه الفاظ سته الفاظ عشره الفاظ باعتبار الحالات المختلفه او الصفات المختلفه فتطورت اللغة العربية مع أن العرب كانوا أميين، تطورت اللغة العربية أيما تطور، والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بهذه اللغة، وتحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فلذلك اللغة العربية مجازاتها أكثر من سائر اللغات حسب ما يقولون. والدقة فيها أكثر من سائر اللغات، والتوسع فيها أكثر من سائر اللغات. إذا اتضح ذلك، القرآن نزل بهذه اللغة. لذا القرآن فيه مجازات أيضا، لأنه "ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم". المجازات أيضا، محسنات في الكلام وقد تكون سببا لكون الكلام متشابها والمتشابه لا, لا يخلو من الكلام البليغ الفصيح والقرآن ايضا يشير الى هذه الحقيقه فيبينها ويقول: منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات لكن هناك ايضا طريق لحل المتشابهات جعل الله راسخين في العلم يبينون المعاني المتشابهه كما قال سبحانه سبحانه وتعالى: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. اذا اتضحت هذه المقدمه ناتي الى هذا الحديث الشريف. في هذا الحديث الشريف الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يقول نحن يد الله ليس بالمعنى الحقيقي لليد لان الله سبحانه وتعالى يده قدرته عز وجل لا ان لله يد كايدينا او يد لا كايدينا كما يقولون لانه اذا كانت هي عضو وجارحه فهي يد وصار تشبيه حتى لو إذا كانت تختلف في بعض الصفات يد الإنسان ويد بعض الحيوانات تختلف في بعض الصفات ولكن ولكن اليدين كليهما جارحة فإذا لم تكن جارحة فهي ليست يد حقيقية وإنما هي بمعنى القدرة فالرسول والأئمة يد الله يعني مظهر لقدرة الله سبحانه وتعالى. حينما الحديث يقول ان الائمه عليهم الصلاه والسلام وكذلك الرسول هم عين الله. ليس بمعنى ان لله عينا جارحه، الله اجل من ان يكون له عين جارحه. وانما عندما تقول عين الله بالنسبه الى الامام او بالنسبه الى الرسول يعني بذلك انه الشاهد في يوم القيامه الرسول صلى الله عليه واله يشهد الائمه يشهدون وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فعندما نقول عين الله يراد به المعنى المجازي لانهم يشهدون في يوم القيامة بامر من الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى اعلمهم هم يشهدون الخلق الان يتحملون الشهادة ثم في يوم القيامة يشهدون بمعنى يؤدون الشهادة. حينما نقول انهم وجه الله ليس بالمعنى الحقيقي لانه بالمعنى الحقيقي الوجه جارحة العضو الله سبحانه وتعالى ليس له وجه كوجوهنا، وإنما المعنى أنهم الواسطة بين الله وبين الخلق، كما ذكرنا في الحلقة الماضية الأنبياء والأوصياء هم الواسطة بين الخلق وبين الرب، فالله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يواجه خلقه يواجهه يواجههم عبر أنبيائه وعبر أوصياء الأنبياء. الله سبحانه وتعالى لم يوحي القرآن الا للرسول محمد صلى الله عليه واله، والرسول هو الذي بلغ هذا القرآن الينا. فواجه الخلق عبر رسوله صلى الله عليه واله. فاذا هذه الالفاظ معانيها مجازيه لا بالمعنى الحقيقي لكي يكون هناك تجسيم لله، والعياذ بالله، او تشبيه له عز وجل. أو أن نقول بأن الله حل في بعض مخلوقاته والعياذ بالله من هذا الكفر وهذا الغلو. فإذا إذا عرفنا أن اللغة العربية لغة مجازات يتضح لنا هذا الحديث وأضراب هذا الحديث مما ورد في كتب الخاصة والعامة في نهاية ابن الاثير الجزري وهو من علماء العامة قد ورد كلمة عين الله بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فإذا هذه معاني مجازية يراد بها بيان منزلة ومقام الأئمة وشدة عبوديتهم وارتباطهم بالله عز وجل إذا اتضح هذا نأتي إلى نص الحديث الشريف الإمام الباقر يقول نحن المثاني هذا المقطع الاول في سوره الحجر الايه سبعه الله عز وجل يخاطب رسوله ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم نحن اتيناك مثاني سبعه واتيناك القران المثاني جمع هو جمع لمثنات هذه المثنات اما من التثنيه واما من الثناء التثنيه يعني واحد اثنان تثني الثاني يجي واما من الثناء بمعنى المدح تقول اثنيت عليه يعني مدحته فجمع المثنات هي المثاني الله سبحانه وتعالى اعطى رسوله سبعا من المثاني هنا في الروايات فسرت المثاني بتفسيرين ولا منافاه بينهما لان بعض الاحيان اللفظ الواحد لها مصادق متعدده التفسير قد يكون بهذا المصداق وقد يكون بذلك المصداق وقد يكون احدهما تفسيرا والاخر تاويلا ولا منافاه بين التفسير والتاويل. المعنى الاول او قل المصداق الاول للسبع المثاني سوره الحمد كما روي عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام وانما سميت سوره الحمد مثاني لأنها سبع آيات سبعا من المثاني لأنها تثنى في كل صلاة الصلاة سواء كانت من ركعتين أو من ثلاث أو من أربع ركعات في الركعة الأولى والركعة الثانية تقرأ الحمد فتثني في كل صلاة سورة الحمد أما في الركعة الثالثة في صلاة المغرب او الركعه الرابعه في صلاه الظهر والعصر والعشاء فيجوز لك ان تقرا الحمد ويجوز لك ان تقرا التسبيحات الاربعه كما يذكره الفقهاء في كتبهم الفقهيه. فاذا سميت سوره الحمد سبعا من المثاني لانها تكرر تثنى في كل صلاه وذكرنا ان هذا روي عن الامام الصادق. وغالب المفسرين ذكروا في معنى هذه الايه سبعا من المثاني سوره الحمد المصداق الثاني للمثاني الائمه عليهم الصلاه والسلام وبهذا ورد روايات مستفيضه يعني يا محمد صلى الله عليه واله نحن اعطيناك الائمه واعطيناك القران الذي هو مضمون حديث الثقلين اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي من الذي اعطى الرسول وانزل عليه القران؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي انزل القران على رسوله فاعطاه القران ومن الذي اعطى الرسول الثقل الثاني الاصغر الائمه عليهم الصلاه والسلام عترتي اهل بيتي؟ الله ايضا هو الذي اعطى الائمه لرسول الله صلى الله عليه واله امير المؤمنين ابن عم الرسول وصهره وسائر الائمه من الامام الحسن الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وعليهم جميعا الصلاه والسلام هؤلاء من ذريه فاطمه بنت محمد صلى الله عليه واله وعليها السلام فإذا ولقد آتيناك سبعا من المثاني يعني الأئمة والقرآن العظيم وهذا القرآن الذي هو في المصحف وبين الدفتين زين هنا يأتي سؤال لماذا سمي الأئمة سبعا من المثاني الأئمة اثنا عشر فلماذا سموا بالسبع المثاني هنا شارحو هذا الحديث مثل العلامه المجلسي رضوان الله تعالى عليه في مراه العقول والفيض الكاشاني في كتاب الوافي واخرون في شروح اصول الكافي بحثوا بحوث مفصله في كيفيه تطبيق السبع المثاني على الائمه الاثني عشر لكن يبدو ان الاقرب هو ان المراد يعني سبب تسمية الائمه بالمثاني ان سوره الحمد دعت اليهم وارشدت اليهم ومن المتعارف تسمية السور التي دعت الى امامه الائمه الى اتباعهم تسميتها باسم الائمه عليهم الصلاه والسلام فولقد اتيناك سبعا من المثاني، يعني الائمه لماذا سموا سبعا من المثاني؟ لانهم مذكورون في سوره الحمد. ولذلك سوره الحمد اسمها سمي بها الائمه عليهم الصلاه والسلام. في سوره الحمد الله عز وجل يقول: اهدنا الصراط المستقيم، احنا ندعو يعلمنا الله سبحانه وتعالى هذا هكذا، اهدنا الصراط المستقيم. من هم الذين على الصراط المستقيم؟ صراط الذين انعمت عليهم. صراط الصراط المستقيم هو صراط علي بن ابي طالب الذي هو صراط الرسول صلى الله عليه واله وهو صراط الائمه. الذين انعمت عليهم الله سبحانه وتعالى انعم عليهم بان اصطفاهم اختارهم وفضلهم على العالمين بعد جدهم الرسول صلى الله عليه واله. وامرنا باتباعهم، فاذا سوره الحمد تدعو الى اتباع الائمه عليهم الصلاه والسلام، فلذلك اسم سوره الحمد سمي بها الائمه، وهذا متعارف بتسميه السور التي فيها مدح للائمه ان يسمى الائمه باسم تلك السوره، وكشاهد على ذلك نذكر مقطعا من قصيده لأحد الشعراء يمدح بها الأئمة عليهم الصلاة والسلام فيقول وأصفيت مدحي للنبي وآله بوجههم عند الإله أكرموا هم آل عمران هم الحج والنسى هم النحل والأنفال إن كنت تعلم هم آل ياسين وطه وهل أتى هم الركن والبيت العتيق المعظم. هم الايه الكبرى، هم النور والهدى، هم سبأ والذاريات ومريم. هذه اسامي السور يقول هم ال عمران، هم الحج، هم النساء، هم النحل والانفال والى اخر الشعر. عندما يقول هم الحج، هم الانفال، هم النحل، هم سبع هم الذاريات بأي معنى بمعنى أن هذه الآية ترتبط بهم هذه السورة ترتبط بهم لأن في هذه السور وردت آيات في مدحهم فإذا حينما نقول الأئمة هم السبع المثاني ليس يراد السبع يعني سبعة منهم حتى أنت تتحير تقول سبعة والأئمة هم 12 مثلا فكيف نطبق السبعة على الاثنى عشر كلا ليس هذا هو المراد حسب الظاهر وانما المراد انهم سموا بالسبع المثاني لان هذا الاسم هو اسم سوره الحمد فهم سموا بهذا الاسم لاجل وجود مدحهم في هذه السوره فالامام الباقر يقول نحن المثاني الذي اعطاه الله نبينا محمد صلى الله عليه واله. ثم بعد ذلك يقول: ونحن وجه الله نتقلب في الارض بين اظهركم. يعني الله سبحانه وتعالى جعلنا الواسطه بينه وبينكم. يقول الله سبحانه وتعالى: اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب؟ المشركون كانوا يدعون الملائكة. يعتبرونهم بنات لله، والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يقول: هؤلاء الملائكة الذين تدعونهم هم يبحثون عن وسيلة إليه. وهذه الوسيلة ليست عملاً. وإنما أشخاص لذا يقول يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب لو كان المراد من الوسيله العمل لكان يقول أيها أقرب لم يقل أيها أقرب قال أيهم أقرب استعمل ضمير الجمع المذكر السالم لذوي العقول معنى ذلك أن هذه الوسيله من ذوي العقول فالملائكه هؤلاء يبتغون إلى الله الوسيله ومن هي تلك الوسيله؟ وسيلة الناس من ذوي العقول يعني بشر من هم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فالله سبحانه وتعالى جعل بينه وبين خلقه الواسطة وهذه الواسطة عباد لله ولكن عباد مكرمون الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وصلوا إلى درجة ليكون ليكونوا المبلغين عن الله سبحانه وتعالى فنحن وجه الله نتقلب في الارض انت اذا تريد ان تستشفع احدا الى الله سبحانه وتعالى عليك ان تستشفع بالرسول محمد صلى الله عليه واله وتستشفع بالائمه هم الشفعاء الذين اذن الله له سبحانه وتعالى لهم بالشفاعه ونحن وجه الله نتقلب في الارض بين اظهركم يعني نحن موجودون بينكم الرسول صلى الله عليه واله كان بين الناس وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق الائمه عليهم الصلاه والسلام كانوا بين الناس لكن الناس رفضوا رحمه الله سبحانه وتعالى يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها فلذلك أزاحوا الأئمة عن المراتب التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم من السلطة والإمرة على الناس وبعد ذلك قتلوهم شتتوهم سجنوهم والله سبحانه وتعالى أمهل الناس وأمهل وأمهل لأكثر من مائتي عام وستين عاما ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى غيب الامام الاخير من بين الناس، هو موجود في بعض الروايات انه يحضر الموسم في الحج ويحضر بين المجالس، لكن الناس لا يعرفونه انه هو الامام المهدي. عجل الله تعالى فرجه الشريف. غائب عنهم الى ان ياذن الله سبحانه وتعالى في ظهوره. نتقلب في الارض بين اظهركم يعني ظاهرين بينكم الاظهر جمع ظهر اصل الكلمه هو انه الضيف مثلا او المستجير اذا كان ياتي الى قبيله من القبائل وهناك ناس اعداء يلاحقونه فالشيمه العربيه تقتضي ان الدخيل يعني المستجير بهم او الضيف ما دام هو مستجير بهم وما دام هو ضيف لهم ان لا يسلموه وان يدافعوا عنه فلذلك اذا المعتدين المهاجمين الذين يريدون ايذاء او قتل هذا الضيف او هذا المستجير يتمادون في غيهم ويهجمون على هذه القبيله فكانوا يضعون هذا المستجير او هذا الضيف في وسط الدائره ثم يحيطون به من كل جانب فيعطونه ظهورهم وأما وجوههم فباتجاه العدو فلذلك هذا يكون بين أظهرهم يعني موجود بينهم وظهورهم باتجاه ووجوههم باتجاه العدو حفظا له ثم الكلمة تم تعميمها أي واحد موجود في ضمن قوم ظاهر غير مستور يعبر عنه انه بين اظهرهم الامام الباقر يقول ونحن وجه الله نتقلب في الارض بين اظهركم ظاهرين لكم وهذه رحمه من الله سبحانه وتعالى لكن مع الاسف رفضوا هذه الرحمه الرسول في مكه عندما بعثه الله سبحانه وتعالى اتهموه بالجنون اتهموه بانه كاهن بانه شاعر بأنه أساطير الأولين يكتبها بأنه كذا وكذا إلى أن كادوا به وأرادوا أن يقتلوه فالله سبحانه وتعالى أمره بأن يخرج من مكة فخرج إلى المدينة ولم يتركوه هو في المدينة جيشوا الجيوش في بادر في أحد في خندق حاربوه إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله الله سبحانه وتعالى نصره فتغلب عليهم مكرهين وبعد ذلك بالنسبة إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام كذلك حاربوا أمير المؤمنين في الجمل وفي صفين وفي النهروان وحاربوا الإمام الحسن وحاربوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وقتلوهم وحاربوا بقية الأئمة إذا مو بحرب عسكرية بالطرق مختلفة رفضوا رحمة الله سبحانه وتعالى الله أرسل الرحمة لكن رفضوها ونحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم ونحن عين الله في خلقه، يعني الشهداء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ويده المبسوطة مبسوطة بالرحمة على عباده، نحن يد الله التي بسطها الله سبحانه وتعالى بالرحمه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون في ايه اخرى يصف الله رسوله ورحمه للذين امنوا منكم ويد الرسول هي يد الله لذا الله يقول يد الله فوق ايديهم ليس بمعنى ان هذه اليد تلك اليد كما يقول الحلوليين الحلوليون الكفره الغلاة، كلا الرسول عبد مربوب وانما بمعنى ان الله سبحانه وتعالى جعل من قدرته في الرسول صلى الله عليه واله فلذلك الله نصر رسوله وهذا النصر كانه يد الله سبحانه وتعالى تجلت في نصر الرسول صلى الله عليه واله. ثم بعد ذلك الامام يقول عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا. يعني الناس اذا لم يعرفوا قدر الائمه هذا لا يضرهم. لان الله سبحانه وتعالى هو الذي رفعهم. اذا الناس حاربوا رسول الله صلى الله عليه واله او قتلوا الانبياء فلما تقتلون انبياء الله من قبل؟ هذا لا يضر هؤلاء الانبياء لان الحياه الدنيا ايام قلائل وتنتهي. مصيرنا جميعا الى الموت الناس اطاعوا الانبياء او لم يطيعوهم لا يتضرر هذا النبي مقامه عند الله سبحانه وتعالى لا يقل درجته لا تقل كما ان الناس اذا انكروا وجود الله اذا اشركوا بالله سبحانه وتعالى اذا عصوا الله سبحانه وتعالى هل هذا ينزل من قدر الله كلا وما قدر الله حق قدره لكن هذا ينزل من قدرة الله من عظمة الله كلا بل الذي يتضرر هو هذا الجاهل فالمقصود أنه نحن هذه الأوصاف لنا هسا الناس عرفوا لا ما عرفوا إذا عرفوا فبصالحهم هم فازوا وإذا لم يعرفوا فإلى جهنم وبئس المصير عرفنا من عرفنا وجهلنا من جهلنا وإمامة المتقين يعني ونحن أئمة للمتقين بدل ما يجيب الصفة المشبهة ذكر المصدر وهذا يفيد المبالغة لأن يعني في اللغة العربية حينما تقول زيد عادل هذا إثبات وصف لزيد أما إذا قلت زيد عدل جئت بالمصدر هذا يفيد المبالغة في العدالة مرة تقول أهل البيت أئمة المسلمين من الله سبحانه وتعالى. مرة تقول اهل البيت امامة المسلمين، امامة المتقين. الامامة مصدر يفيد المبالغة، يعني الامامة من كل الجهات وفي كل الجهات. يعني ونحن ائمة المتقين. طبعا هذا الحديث روي بالفاظ مختلفة في الكتب الروائية، لكن نحن هنا نشرح النص الذي هو موجود في كتاب الكافي الشريف. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم باطاعه الرسول واطاعه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام لنفوز برضا الله سبحانه وتعالى وثوابه في الدنيا والاخره. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.